سعد الله صباحكم، صباح الخير، صباح النور، صباح السرور. شكلنا اول ناس في المطعم الساعه 6:30 الحينه. الجو بارد، المكان جميل، هذا المطعم، مطعم الفندق، وهذا المنظر اللي احنا فيه طال عمركم، هذا المنظر كامل. هذا دكتور، صبر دكتور، شفتوا المنظر الجميل والمنظر الخلاب. الفندق فنان ما شاء الله، 5 ستار، فندق هادي مربوط مع فندق ثاني عداله بعد 5 ستار، تروح تستخدم هذا وهذا. موقع حلو، شارع تسوق، مره مشي 10 امتار، وانا ظاهر من الفندق ان شاء الله اليوم بسوي لكم تشيك اوت وبحط لكم ديتيلز كامل على الفندق. تريقنا وحين توه الشمس تطلع، براكم صور اليبال يوم الشمس ضاربة في بعض المناطق. بسير منطقة تبعد بالباخرة 6 ساعات، بالطيارة 45 دقيقة. الحين بداية شروق الشمس، طاو كيف المنظر، الشمس ورانا طبعا. شوفوا اليبال في مناطق ضاربة فيها الشمس كيف طالع. يسعد صباحكم مرة ثانية. المكان اللي بنسير له قالوا الباخرة، ما في باخرة، في باخرة تظهر الساعة 2 الظهر توصل 3 الفجر، قريبة 13 ساعة. وين سايرين 13 ساعة؟ فقررنا ناخذ دوم يكلمني وانا اصور، ما اعرف شو السالفة. طعم الزيتون عندهم كيف؟ شو لازم يكلمني وانا اصور. زيتون هني عندهم الحلقوم، زين بناخذ يوم بنرجع. ايه اوكي، هذا حلقوم عندهم، عندهم هني مكسرات، انواع المكسرات نفس تركيا بالضبط شغلاتهم. دخلت سيفورا، خبرتهم عن العطر اللي امس رويتكم اياه، قالوا ما شاء الله كلها درجات، قالوا ما عدنا ايش يسمونه، كريت. نكمل موضوع الباخرة والروحة. فقالوا لنا 13 ساعة، ما أعرف أنا وين صاير. على العموم حجزنا طيارة إن شاء الله بعد 4 ساعات، الطيارة 40 دقيقة، بروح اليوم إن شاء الله وبرد باكر بعد في طيارة. شوفوا يقول لي استمتع بالحياة لا تصور، كل ما هوس على الفص يتكلم، ما يحد لي من الصبح أنا ما صورت ساكت، هو ياس اللي يلزه. دكتور احس حياتك مخربطه. انا قلت لك مشكلتنا شو؟ المره هاي ايه يا اخي حراميه مال الاتحاد عملت بيت اسلامي نزلون الراتب واحد واحد بالضبط. زين واحد انت تبغى ينزلون قبل اصلا ما في واحد، ما في ولا دائره حكوميه. صورت وحذفت تصوير كم على طول يقطعني. على العموم اسمه الشاب جدا محترم، ويوم تكلمهم يضحكوا لك. هذا امس اليوم ما ندري شو بيه بعدين. والاكل شراتنا، اكلهم محاشي، عندهم محاشي وعندهم مشاوي وعندهم شاورما.
الله يسكم. حتى الحمام في الفندق فيه شطاف، طبعا اوروبا ما فيها شطاف، ما ادري هل الفندق هذا غير الباقي غير، ما اعرف. ان شاء الله طيارتنا الساعه 1:30 على سانتوريني، 45 دقيقة لين سانتوريني. طبعا سانتوريني هذه مال عرسان، مال شهر عسل، مال عيد زواج، مش مال اوكي. ياسين مستمتعين بالجو البارد وشرب لنا كوفي، والبطل يدور سيارات في النت. بريفيا ايه حجزنا طيارة، عقب ما حجزنا وكل شيء خصمنا الفلوس، قال طرش لنا ايميل، طرشوا لي ايميل نبغى صورة جوازك، طرشت لهم صورة الجواز خلاص، طرشوا ايميل مرة ثانية قال لا نبغى تصورنا البطاقة اخر 4 ارقام، وردوا طرشوا ايميل قال لا صورنا البطاقة وين اسمك واضح، طعكو تكلم وين اسمك واضح، طرشنا الحين ايميل، قال قبل الطيارة بساعتين عشان نعطيك موافقة يعني وانت ريح. الحين انا خايف يطلبون شهاده الميلاد وخاصه القيد، ما عندي هنا شهاده ميلاد خاصه القيد. وين رايح انا؟ رايح لفريج ومني قدام بس 40 دقيقه. الحمد لله جتنا اخر شيء الموافقه، قالوا خلاص بنسفركم، لا سونا قرقعه وايد كح شيبتنا. وشو كنت بقول لكم نسيت، واحد يقول حق حرمته كل ما تقول له شيء يقول له عيوني غناتي حياتي. المهم الرجال هذا صار الحي، عقب ما حي ورد يوم تقول له شيء الحرمه يقول له شكرا ان شاء الله. قالت له ما تقول لي كلام حلو ليش؟ قال انا عهدت رب العالمين اني ما اكذب مره ثانيه خلاص. سوينا تشيك اوت وزين في الفندق، قال تعال بطلع لكم البوردنج دايركت تروحون عند الطياره، فجزاهم الله خير اعطونا البوردنج ورايحين هاي جزيره العشاق. العشاق قلت بحط لكم صور الفندق اللي كنا ساكنينه، فندق بصراحه فنان ما عليه كلام، وفي شارع تسوق وايد زين، برفع لكم الصور الحين. المطار عندهم بعيد عن أثينا يمكن نص ساعة وأكثر شوية، 40 دقيقة تقريبا. والحين بحط لكم صورة إن شاء الله المنطقة اللي بروح لها بالطيارة، بتشوفونها إن شاء الله منطقة العرسان زي ما حضرتكم. وصلنا المطار والجو جميل. أقوله ما شاء الله رأي تكسي الشعب عندكم هنا طيب، يقول لأن الشمس طالعة ما أدري بهم غي ممكن يعصبون ولا شيء. ويقول ما عندهم ثلج هنا إلا في الشمال يعني نادرا، وقمم الجبال بعض الأحيان يكون فيها ثلج يعني. وصلنا المطار، شوف السوق الحرة قبل دش التفتيش عندهم، تحوطنا وشربنا كوفي وريال بعد يشرب كوفي، وباقي ساعة على الطيارة إن شاء الله وسانتوريني إن شاء الله. منو منكم خاطرة في العطر؟ حد خاطرة في العطر صح؟ قال لي ما يركب الطيارة 120 ملي ما يركب، وأنا عارف إنه ما يركب بس يمكن يمشونه 100 آخر شيء. شلو أتره برخيص ترى، هذا 1250 فدوى عنكم. لا خلو شامبو ولا خلو كريمات مال شعر ولا خلو، المهم مشي حالك الأمور ماشي إن شاء الله. حيدني زي زيتون وايد بلد العمار زي زيتون. من أثينا
الى سانتوريني 45 دقيقه، يعني من ابوظبي لين قطر 35 بعد 10 دقائق زياده. يعني ما شاء الله كبيره اليونان، في يزر وايد بس قالوا ما ننصحكم الشتاء لانها تكون فاضيه بالوقت هذا. هذه يزيره مثلا فيها حياه في الزاويه هناك الغياب هذاك بيوتهم، ولكن في الشتاء فاضي ما فيها يمكن وايد ناس. هذه اتوقع ميكونوس في نص الطريق زي هذه، ما توقف طول الصيف حشره بيها، بس الحين يقولون هذه ما تحصل شيء بيها. طار وحل بس ما طول ما شاء الله، وصلنا سانتوريني. سانتوريني سانتوريني ما نشوفها سانتوريني مال العشاق، هاي بخبركم عنها. اسمع أغنية هندية. هندية هاي ولا يونانية الأغنية؟ أغنية هندية ولا يونانية؟ هاي تكاسي سانتوريني ما شاء الله. شنو سس؟ Yeah, I saw in booking that the problem just steps. Yeah. This far from here? For here it's 10 to 12 minutes. دري ولي حرمة عندنا أبوي مو ب 10 minutes. If I need the rent motorcycle, how to do? In Fier. In Fier. We are to the hotel we stay. All this is their own. It's rent a car and motor. We're going to see. Maybe you like ATV, you like motor. Yes. But we have one chula here. What I can do? Same this street, yes? No problem. Yeah. Very, very slow. Good. Now it's so many traffic. الحين عندنا مشروع نستأجر دراجة، ويقول لكم الوقت هذا ما أحلى وقت عندهم، جو بارد وما في زحمة في الشوارع، عادة هاي الصيف المدينة تكون مسكرة. Yes. نحن فندقنا يا في العاصمة مال هاي المنطقة، سبحان الله حضنا شيء يعني. قال تبي كل شيء عندكم، تستأجرون دراجات، سيارات، صواريخ، دبابات، دبابات لا ما يوجد دبابات. وصلنا مكان الفندق، بس شو المكان كيف؟ يقول لكم تعالوا تعال مش تعال خلا تدوسك سيارة تعال. أقول لكم المصور لازم يحشرني، لازم دري، لازم تمشي تقريبا 4-5 دقائق دري، يعني اللي بي هني ما يبي شنطة عودة تمام مططها هني قدام هو عياله، لا شنطة شنط صغار. بروكم المكان كيف. شو عندك تحرطم شو؟ هني؟ ممنوع بس المواطنين يوم فوق. مش بس اسوي رياضه شوي، خلينا نمشي شوي منه. ما ادري هذا مش فندقنا، بس اصوره يا جماعه طابع. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله وش خليطه الدكتور طابع اسمه هو، بس اسمه سانتوريني.
شاء الله شارع تسوق يا طلع، كل محلات، مكان جميل. بس اشوف ربعنا هاليابان كلهم هني يا جماعه. الفندق مقابل لنا كنيسه، ما ادري شو الدكتور الترتيب عنده يعني، بس والله مكانه حلو، مكانه جدا فنان. انا توقعت ما فيه احد، ولكن الجو بارد بس حلو، برودته حلوه يعني، مو برد برد وايد. البحر شوي مدفي الوضع شكله. يقول لك الفندق تحصل كنيسه خديبيه من ورا، تحصلها اكيد هالكنيسه شوف خديبيه مره. خاف يسمع الجرس سبنا مشكله. جو ممتع، جو رهيب. والشباب ده الفندق مالنا وين؟ قالوا عند الكنيسه يمين. ما عندك خبر؟ انت تحوط وايد هني. ايه برايك ارقد يعني. والله تحصلون فندقكم في هاي النزلة، يعني اللي بيسكن في فندق هذا يعني بحسابه، شنطة صغيرة ولكن موقعها استراتيجي، شنطة صغار. كله دريات، أحلى شيء عندنا شنطة صغيرة ما عندنا شنطة عودة، كله دريات. لو طلع غلط برد مرة ثانية. كمل دكتور كمل. الصور كأني شفت المناظر أنا. ارقد ارقد لا تضار. ما أدري بلف يمين ولا يسار. هذا ما مكتوبه. شكلها مباني اشوفه قديمه، بس انا اسمع يباغ ما ظني حصل الفندق. لازم اكو حصل فندق، لازم تستمتع بالعرض بالطول، لازم تستمتع. تمشى تشوف، انا هاي مال عشاق من زمان يخبروني عنها، قلت بشوفها. اظني هذا فندقنا وبورت فير، اظني هو هذا. يلا شوف، بس في الليل النهاية يلسى في الليل. يا سلام، يود لايك تو درينك اني ثينك؟ قلنا له اي شيء بس بدون كحول. قالت جلاس مال ماي، قلنا له دبه، يبان دبه عقب الدريات اللي ركبناها. بس المنظر ها، شوف شوف شوف. يا سلام، اليوم بقول لكم قصيده مني بس اشعر اليوم. بس ما بنصير مكان تبي اصير. Do you pay by gas or by different card? Yeah. Okay. هذه جهزون ريوح قباطرنا الحين. Okay. Here is the main street, Gold Street. Here is the metropolis. المنطقة صدق مال عرسان. جو مو طبيعي صراحة. براد. منطقة وايد حلوة صراحة. حتى المكان اللي ياسين فيه عجيب صراحة. سبحان الله. هاي شو هالبلكونة مالنا. إذا أبو عمركم الليلة بقول لكم قصيدة. البلكونة خاصة بينا نحن، بس أنا والدكتور. هذا النصيب الحمد لله. البلكونة.
هاي طال عمرك. هاي حجرتنا طال عمرك. ها كوخ كوخ مو بحجرة هاي ما شاء الله. يا سلام أسمي مقصلها. يا سلام صور بريكم الباب. الباب طعو طعو طلع بس طلع. شوف طلع من حجرة طعو. الحين إن شاء الله بنصلي الظهر والعصر ونعتونا كنا مطعم يسوي باستا رقم واحد، وعقب ممكن نتأجر دراجات وما يبي بس بنتأجر إن شاء الله، وبنسير منطقة شيء 10 دقائق بالدراجات كشتة شوي شيء. يقولون أنت أول مرة تسافر طيارة شلون عنك العطر؟ كان واحد قال لي شو طال عمرك أنا أول أسافر في لنج. لنج لنج كنا نشيل بيب مالح ونشيل بيب صح، ما حد يقولنا نزلوا شيء وكراتين يسمونه كراتين شو؟ لا لا مش كراتين شيء خلاص. بدال يعني لا تعاتبوني طرش عطر هذا مستقبل ما في مشكلة. ها دكتور حاط الفندق انت جي بي اس؟ جي بي اس الفندق حاطنا؟ عادي متعودين نضيع شو المشكلة. صدقوني يا جماعة خضرة خضرة اصلية صدق مو برسم. اذا لومي انا العطر انكسر بس للحين للحين أربعة الحمد لله أربع عطورات بين يعني إن شاء الله لين لين آخر اليوم ستون 25 عطر بفتح محل. مرحبا كيف حالكم؟ اليوم سأخذكم برحلة إلى اليونان وبالتحديد إلى جزيرة سانتوريني والتي تعد من أجمل الأماكن السياحية على الأرض لجمال أبنيتها ولمناخها الرائع. أتمنى أن تشوفكم هذه الحلقة ومشاهدة ممتعة.
اتوقع هذا ضروري اتوقع بعد البحر السيفود. عندنا مشروع تلفريك واقفين في طابور طويل سنتكشت شوي وصلنا تحت عند السيف والرد فوق. Coming from Dubai? Yeah. No. Gone, huh? We'll go to Dubai. We'll go to Dubai. That one. She. بتروح دبي البحر هاي. حملونا هاي. بس ما تبين الشمس. فندقنا أظني عند هيك الكنيسة فندقنا. الناس يوم يستوي الغروب تصير فوق الجبل وتستمتع بالمناظر الحلوة وتصوير الشمس وهي تنزل. نحن يوم يستوي الغروب نزلنا تحت أداء البحر. يلا أكيد الحين بينت لي بتروح لبيش بتوها. ريال مكتوب دونكي ستيشن نصينا مشاكل ريال. طريق الحمير يلا نسير شوف. هنا في التلفريك وقال بنصير فوق مشي اذا ما صورت سناب معناته عندي جلسه مع العلاج الطبيعي. هو شكليا طريق حمير هاي الحد ينزل في التلفريك ويصير فوق مشي ريوله الناس كلها نازله من فوق الا وانا البطل رايحين بالعكس. انا وهاي البطل يقول لي شد حيلك يلا لا يا جماعة هذا حصان ولا حمار هطه ما شاء الله رابيات الحمير هني عندهم يهدب روح يصير فوق ركب عبرية وينزلهم تحت طيب. يدل الطريق شكله العيوز زاغت طيب طيب. أربعة العيوز شوها زاغت نفسهم هاي كلي راحوا هي هم هاي نفسهم دكتور ممكن أصورك صورة جميلة ابتسم واحد اثنين ثلاثة أوكي Thank you.
لازم تتونس. شو تسوي وناسه يوم يكون جو بارد؟ ما عندك مشكله، مش اللي نقول بس. مشينا من تحت لين فوق، اسمعوا الكحه. والله يا جماعه مسافه ما ادري كم، شفتونا كنا تحت لين فوق دوخين، جسمنا كله ماي في البرد هذا. هي هالدريات اللي ما تخلص 24 ساعة لنحوف هالدريات. أقول حق الدكتور في صحون حلوة باخذهن، قال لي بصدروني عنك. قلت له ليش؟ قال صادروا عني الشامبو، يعني ما بصدروا عنك هاي. فاية تأجرها باكر هاي، ولا ناخذ لنا هاي سكوتر. نبي كل استئجار دراجات سيارات ما اربع كل شيء عندنا. لا ممنوع في الطيارة، ممنوع اقول لك الطيارة ممنوع. شو اسوي ممنوع؟